برحب بحضراتكم من جديد، وخلينا دلوقتي نروح معاكم لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية للنهاردة. وبتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة رطب ليلا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير حضرتك يا دكتور محمود، وفي البداية خلينا نطمن المشاهدين، إيه أخبار الجو النهاردة؟ صباح الخير على حضرتك أستاذ جمانة وعلى كل السادة المشاهدين. إحنا طبعا لاحظنا الفترة دي انخفاض في درجات الحرارة أو عودة درجات الحرارة مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية بعد موجة شديدة الحرارة شهدناها الأسبوع الماضي، سجلت فيها القاهرة 40 درجة مئوية. ودي الحقيقة كانت تعتبر يعني ممكن نسميها هجمة مرتدة، أن بعد ما انخفضت درجات الحرارة بدأت ترتفع مرة أخرى، ولكن عادت الأيام دي أيضا مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية. ودي طبيعة الحال، خلال سبتمبر بتكون درجات الحرارة في مجملها ما بين 33 ل 34 بالنسبة للقاهرة، ولكن بنتعرض من حين لآخر لبعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة. اليوم على سبيل المثال وحتى نهاية الأسبوع هتظل درجات الحرارة بالنسبة للقاهرة ما بين 33 ل 34 درجة مئوية، وكلما اتجهنا في اتجاه محافظات الوجه البحري بتقل درجات الحرارة علشان نصل إلى 30 درجة مئوية على السواحل الشمالية، ودي أقل درجة حرارة على مستوى الجمهورية. وبالعكس تماما كلما اتجهنا إلى محافظات الصعيد بترتفع درجات الحرارة أيضا تدريجيا، وهتكون أعلى درجة حرارة خلال الأسبوع ده على جنوب الصعيد ما بين 38 ل 40 درجة مئوية، يعني استمرار الأجواء الحارة على أغلب مناطق الجمهورية ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية. لكن أيضا نسب الرطوبة مش منخفضة، هي مرتفعة بشكل ملحوظ خلال الوقت ده من العام، علشان كده خاصة خلال ساعات الليل بنلاقي أن الأجواء بتكون مائلة للحرارة خاصة في المنازل والمناطق المغلقة، برغم أن درجات الحرارة بالليل مش بتكون عالية زي الأيام اللي فاتت. يمكن الصغرى بتبدأ تسجل ما بين 23 ل 24 درجة مئوية، لكن بسبب نسب الرطوبة العالية جدا خلال ساعات الليل بتكون معها الأجواء مائلة للحرارة، لكن في المناطق المكشوفة في الحدائق العامة خلال ساعات الليل بتكون الأجواء معتدلة بشكل نسبي. ده طبعا لو اتكلمنا بالنسبة لدرجات الحرارة، والسبب في ده هو تأثرنا بكتل هوائية بتكون شمالية قادمة من مناطق جنوب أوروبا، أكيد درجات حرارتها أقل شوية، مع وجود امتداد لمنخفض جوي وإن كان ضعيف في طبقات الجو العليا بيعمل شوية على تكون بعض السحب الخفيفة على مناطق من شمال الجمهورية بيحجب جزء من أشعة الشمس. ده طبعا لو اتكلمنا بشكل مجمل عن درجات الحرارة. طب دكتور حضرتك، بالفعل زي ما حضرتك ذكرت انه بالفعل درجة الحرارة بالليل بتكون منخفضة بشكل كبير يعني حتى عن الوقت اللي فات، لكن كمان الجو بيكون لطيف. هل الطقس ده هيستمر معانا بس لاخر الاسبوع، ولا خلاص يعني احنا باقترابنا من فصل الشتاء هيبتدي الجو بالفعل يبقى افضل بالنسبة لدرجات الحرارة؟ بالتأكيد المفترض أن كل ما تقدمنا وبدأ يمر الوقت درجات الحرارة تقل طبعا، لكن بشكل تدريجي وبشكل خفيف، وده طبعا لا يخلو الشهر سبتمبر من بعض الارتفاعات في درجات الحرارة. يعني الخرائط بتشير أنه على نهاية الأسبوع الحالي إن شاء الله وبداية الأسبوع اللي جاي عودة مرة أخرى لارتفاع طفيف وتدريجي وأيضا مؤقت في درجات الحرارة. يعني على نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم ممكن ترتفع درجات الحرارة بمعدل درجتين أو ثلاث درجات عن درجات الحرارة اللي نشهدها حاليا، وبعدها تعود مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية اللي احنا فيها حاليا اللي هي 33 و34 بالنسبة للقاهرة الكبرى. ده طبيعة الحال من حيث درجات الحرارة خلال الفترة دي. لو اتكلمنا أيضا عن المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، هذا المنخفض الطفيف أو الضعيف ده معاه فرص لأمطار النهاردة وبكرة إن شاء الله على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، كلها فرص أمطار خفيفة وغير مؤثرة تماما، لكن يمكن هي مؤشر كويس على استقبالنا الفصل الخريف، وجود مثل هذه السحب اللي بتؤدي لأمطار
خفيفه وغير مؤثره، وكمان من ضمن العوامل اللي بتساعد على انخفاض درجات الحراره في عنصر كمان مهم وهو نشاط الرياح. نشاط الرياح في اغلبها معتدله، لكن في بعض نسمات وهبات الرياح الخفيفه على مناطق من الجمهوريه، وان كانت سرعتها لا تتجاوز ال 35 كيلومتر على الساعه، لكنها بالتاكيد بتكون من ضمن العوامل المهمه اللي بتحسسنا كمان بانخفاض درجات الحراره خلال الفتره دي واعتدال الاجواء نسبيا. لكن اليوم تحديدا في نشاط رياح ملحوظ على الشواطئ الغربيه للبحر المتوسط زي شواطئ مطروح واسكندريه والعلمين لحد بلطيم. ارتفاعات الامواج هناك بسبب نشاط الرياح ده تكون عاليه شويه، هتوصل ل 2.5 متر، وبالتالي هناك الملاحه البحريه ممكن تكون مضطربه بعض الشيء. وبالنسبه لمعدلات الرطوبه كمان يا دكتور هتستمر معانا لغايه شهر 9؟ بالتاكيد معدلات الرطوبه يمكن الفتره دي مش عاليه طبعا زي اللي سجلناها في 7 وفي 8، يعتبر دول كانوا ذروه فصل الصيف من حيث الحراره والرطوبه، لكن دايما زي ما قلنا قبل ما ندخل في بدايه شهر 9 قلنا ان الرطوبه مش هتنخفض بالشكل الملحوظ، هو مجرد انخفاضات طفيفه، وده اللي بنشوفه دلوقتي. الرطوبة لازالت عالية نسبيا، مكملة معانا ارتفاعات نسب الرطوبة حتى نهاية الشهر ده ودخولنا في فصل الخريف، وكلها بتكون انخفاضات تدريجية سواء في نسب الرطوبة أو في درجات الحرارة. بالنسبة للرطوبة هنلاقي الأيام اللي هيكون فيها منخفض جوي في طبقات الجو العليا لكنه منخفض أقوى شوية، ده ممكن يقلل معانا نسب الرطوبة أحيانا ويقلل كمان درجات الحرارة. بعض الايام اللي نتاثر بيها بكتل هوائيه بتكون قادمه من على الارض او كتل هوائيه صحراويه هترتفع معاها درجات الحراره، وفي المقابل هتقل معاها نسب الرطوبه، فهي دي طبيعه الحال خلال شهر سبتمبر وكمان بدايات اكتوبر او البدايات او الجزء الاول من فصل الخريف. اخيرا يا دكتور محمود، ايه النصائح اللي ممكن تقدمها للساده المشاهدين متعلقه بالطقس، وايضا لو في نصايح متعلقة بالطرق، الناس اللي بتسافر على طرق زراعية أو على طرق سريعة ومفتوحة في وقت مثلا متأخر من الليل أو في وقت بدري جدا الصبح؟ طبعا أهم نصيحة اليوم تحديدا بنوجهها للمصيفين والمستطفين على شواطئ البحر المتوسط مع ارتفاعات الأمواج المتوقعة اليوم وقد تمتد أيضا للغد، فبالتالي بننصحهم بتوخي الحذر التام بسبب ارتفاعات الأمواج واتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ هناك. بالنسبه برضه للمسافرين على الطرق خلال ساعات الصباح الباكر في فرصه لتكون شبوره مائيه وان كانت خفيفه غير مؤثره بالشكل الكبير، لكن طبعا يجب توخي الحذر معها. اخيرا الفتره دي بدانا نلاحظ زي ما احنا شايفين ايام بيكون في ارتفاع في درجات الحراره، ايام اخرى بيكون في انخفاض، وهذا التذبذب هيكون الفترة اللي جاية واضح بشكل أكبر ما بين يوم للتاني، وممكن كمان على مدار نفس اليوم نلاقي فرق كبير ما بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لنفس اليوم. علشان كده بنأكد على المتابعين والمشاهدين المتابعة اليومية للنشرات والتحذيرات الجوية اللي بناء عليها بنبدأ نحدد نشاطاتنا أو خططنا المستقبلية. طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياطي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم ونتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده بالتفصيل. هنبدا مع حضراتكم من القاهره، ودرجه الحراره العظمى في القاهره 34 درجه والصغرى 24 درجه مئويه. العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة. بالنسبة للإسكندرية فدرجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة. العلمين الجديدة درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة. مطروح درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة. دمياط العظمى 31 درجة والصغرى 26 درجة. بالنسبة لبورسعيد كمان درجة الحرارة العظمى هتكون 31 درجة والصغرى هتكون 26 درجة. أما الإسماعيلية فدرجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة. هنروح مع حضراتكم للسويس، درجة الحرارة العظمى في السويس هتكون 34 درجة والصغرى 25 درجة. العريش العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة. سانت كاترين أو كاترين درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة. طابة العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة. حلايب درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 28 درجة. شلاتين درجة الحرارة العظمى 37 درجة
35 درجة والصغرى 29 درجة، شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة، والغردقة درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة. بالنسبة للفيوم فدرجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، بني سويف العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، أسيوط درجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، سوهاج درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، هنا درجة الحرارة العظمى 41 درجة ودي من أعلى درجات الحرارة، والصغرى 27 درجة، الأقصر العظمى 41 درجة أيضا والصغرى 27 درجة، أسوان كمان درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة في كل محافظات مصر، وكانت دي كمان جولتنا عن أخبار الطقس. خلينا نرجع مرة تانية لزمايلي منى وشاذلي عشان نعرف معاهم أبرز وآخر الأخبار. شكرا لك يا جمانه.